الزبون شرط يفطر كل المحافظات ما يخلصها ب 500 دينار، اسعارنا شعبية. هسه عندي نوم بصرة طبيعي، اللي الوحيد اللي اشتغله بالمواصل، ما ابي اي مواد، لا مندوزي لا شكر، وهاي انتم تشوفون قدام عينكم الشغل، زين، وعندي تمر هند، وعندي كذلك الى بطيخ، زين، والشغلة الحلوة اللي عندنا طاسة، الزبون شرط يفطر كل المحافظات ما يخلصها ب 500 دينار، اسعارنا شعبيه. النوم بصره اول الطريقه مالته بعجه ترجع خليها بنجانه بمي فاير، تظل تقريبا نص ساعه ساعه زمان تتخمر زين والى الشغل، تعرف هذا سر المهنه ما تقدر تقوله اكيد، يعني هاي مقهى التراث، مقهى التراث لازم بها يكون فخار، بها شغلات تراثيه قديمه. زين يعني انا حتى عندي انا زلت تمر هند اذا نوم بصره بالفخار. زين اذا كذلك اذا نوم طبيعي هذا كله بالفخار، لان انت مقهى تراثي. الناس عايجوني فضل الله سبحانه وتعالى، راديو غاد نشروا صورتي، قامت العالم تجيني حتى من غير محافظات، يعني جوني الباحه من بغداد، قبل يومين واحد جاني من البصره، زين محافظات الشماليه، كل المحافظات يجوني. الطاسه مالنا تكون ب 500 دينار. هاي الطاسه مالنا. هاي الطاسه ب 500، نوم بصره طبيعي واذا كان تمر هند. مكاننا بحي النور مقابل الداني ماركت.